السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اخباركم؟ نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير على خير. فيديو اليوم غنتقاسم معكم واحد كاطو ولا حليوه بنينه بالشوفان، صحيه. الشوفان كما كتعرفوا راه فيه الالياف. كنحتاجو 100 غرام ديال الزبده، وعندنا جوج معالق كبار ديال العسل، الحر. انا عندي العسل الحر، و100 غرام ديال السكر الاسمر، وعندنا 200 غرام ديال الشوفان، وشوية مليحة، قبيصة المليحة. غناخدو كاسرونة ونديرو فيها الزبدة، ناخد واحد المعلقة دنا كاسرونة، درنا فيها الزبدة. شعلنا النار عليها، هي خفيفة متكونش بجهدة. غنزيدو عليها جوج معالق ديال العسل، العسل بارد خاطي يدوب شوية. شويه بشويه نزيدو عليه السكر البني، هادو تذوب المقادير كامله. نزيدو واحد قبيصه ملح مدرب، انا عندي هذا دابا. قبيصة الملح عشوية، خلو هاد المقادير تذوب مزيان. هاهو دابا نسجم العناصر مع الشوفان. ناخد واحد القالب مربع نديرو فيه بارتي سيكريزي بالطريقة، ونسرحوه. الطريقة هادي صافي، نبداو نسرحو. القطر غيكون ماشي القطر، يكون العرض ديالو مربع، يكون 20 على 20، 20 على 20 سنتيم. صافي غنبقاو نسرحو بهاد الطريقة هادي تتساجم، وندخلو الفران ان شاء الله يكون سخون، ومن يتحمر غادي نخرجو ان شاء الله. نتوما معايا، خرجنا من الفران، هانتي تحمرات شوية. صافي نجيبوها هنا، هادي نقطعها هي سخونة. ها هما خوتي خواتاتي، ها هما مربعات ديال الشوفان، ها هما وجدناهم كيجيو لذاد. هما عا في الفران عاد تشوفي معايا تحمروا، صافي حيديهم. وكنتمنى لكم تجربوا مع وليداتكم، وكنشكركم بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء. سلامه.